وقود من نسج القوة السعودية الناعمة وتصدير خطاب الريادة، هل تبددها جريمة مقتل جمال خاشقجي إن ثبت ضلوع الرياض فيها على النحو البشع الذي تتجه إليه التسريبات المتلاحقة؟ الإدانات تتصاعد ومعها نفض اليد من شراكات ومشاركات دولية في أنشطة اقتصادية وعلمية في المملكة. لا يبدو العالم في وارد التعامل مع حكومة متهمة بقتل مواطنها في قنصلية بلاده، ثم إنها لا تقدم الكثير لتدفع عن نفسها التهمة الخطيرة. كالتي تنقض غزل قوتها أنكاثا، تنقض تداعيات قضية خاشقجي وظنونها المرعبة خيوط القوة السعودية الناعمة عروة عروة. الكل من حولها يتساءل، هل يمكن أن يفعلوها حقا؟ كل الدلائل تتجه نحو هذا الظن المرعب. هكذا يرجح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر. هناك تسجيل يظهر الرجل وهو يدخل القنصلية وكل التقارير الاستخباراتية تشير إليهم مباشرة. أعتقد أنهم فعلوها، وللأسف أعتقد أنه توفي. ثم يؤكد أن هذا لو تأكد فسيؤثر بشكل كبير على علاقات بلاده المتراجعة أصلا مع الرياض. هذا واحد ممن كان ينبغي على السياسة الخارجية السعودية أن تستبقي ودهم، أو على الأقل تتقي عداوتهم، طالما يحب حكامها العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي ويرونها صديقا حميما. هل ينسجم ما اجتهد ولي العهد السعودي في ترسيخه من حداثة وانفتاح وإصلاح مع صورة بلاده كدولة تسخر أجهزتها ورجالها ومقار بعثاتها الدبلوماسية للقتل على هذا النحو الذي تتصاعد الشكوك بشأنه؟ هل هذا النشاط القنصلي الجديد للخارجية السعودية يندرج ضمن رؤية 2030؟ وعلى ذكر الخارجية السعودية، أين وزيرها الذي نفى قبل أيام من مأساة خاشقجي أن تكون بلاده جمهورية موز؟ أي جمهورية هي إذن تلك التي على الأقل المتيقن تبتلع مواطنيها داخل مقار قنصلياتهم في الخارج فلا يبدو لهم أثر؟ التوجس العالمي المعلن على الأقل آخذ في التصاعد والاتساع. لم تقتصر الأصداء على الولايات المتحدة. في موسكو قال نائب رئيس مجلس النواب الروسي الدوما للجزيرة إنها ستكون واقعة مدوية وغير مسبوقة لو ارتكبت جريمة بهذا الشكل. الرئيس الفرنسي أيضا أعرب عن قلق شديد بسبب اختفاء خاشقجي، واعدا باتخاذ موقف من القضية بمجرد أن تتضح الحقائق. والحكومة الألمانية تتحدث عن التقارير المتعلقة باحتمال مقتل جمال خاشقجي، ويقول المتحدث باسمها في برلين إنه يتعين على السعودية التعاون في كشف ملابسات القضية. والسعودية حتى في شأن التعاون تقدم رجلا وتؤخر أخرى. قبل أسبوع عرض ولي العهد تفتيش القنصلية، ثم وافق السفير السعودي، ثم تلكأ، ثم شكى الأتراك رفض السفارة إدخال مفتشيهم، ثم عرضت الرياض الانخراط في لجنة تحقيق مشتركة. مراوحة ومراوغة تعاظم الشكوك ولا تنفيها، وتعاظم في الوقت عينه دائرة الانسحاب من حول السعودية والتعامل معها. جهات وشخصيات غربية جمة على الصعيدين الإعلامي والاقتصادي علقت تعاملاتها مع الرياض على خلفية مأساة خاشقجي. البعض انسحب من المشاركة والرعاية لمؤتمر اقتصادي تستعد الرياض لاستقباله، والبعض الآخر علق محادثات استثمارية، وآخرون علقوا مشاركاتهم في مشروع نيوم الذي روج له كثيرا ولي العهد. أي عقل أغرى السعوديين بارتكاب فعلة كهذه؟ لا يعرف كم من المليارات ستسعفهم للخروج من شراكها إن كانوا فاعلين. لمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من واشنطن الدكتور دانيال سيروار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط، وينضم إلينا من ستوكهولم عبر الهاتف جيري ماهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما دكتور دانيال. هل يبدو لك أن السلطات السعودية تفاجأت من حجم ردود الفعل ولم تحسب حساب ما أقدمت عليه قنصليتها في إسطنبول؟ لا يجب عليهم أن يتفاجأوا. جمال خاشقجي كان شخصية معروفة جدا في واشنطن، وعرف الكثير من الأشخاص ذو النفوذ، ولا يمكن لأحد مثل هذا الشخص أن يختفي بدون توقع أن يكون هنالك رد فعل كبير. جيري ماهر، في مقابل هذه ردود الفعل الكثيرة نلحظ وكأن
الدبلوماسية السعودية غائبة في قضية كبيرة مثل هذه، يعني حادث كبير في قنصلية تابعة للخارجية؟ أين وزير الخارجية عادل جبير؟ أين المواقف التي صدرت عنه في مواضيع أقل أهمية مثل موقف السعودية من كندا وألمانيا؟ لماذا يبدو غائبا والدبلوماسية غائبة عن هذا المشهد المروع؟ أولا مساء الخير. طبعا المملكة العربية السعودية اليوم عندها مصلحة بعتقد بأنه ما تكون مشاركة في حفلة الكذب هذه اللي اليوم عم نحضرها على كل المستويات. يعني إذا بنحضر نحن التقارير بكافة أنواعها وأشكالها القادمة من تركيا ومن الصحافة العالمية، ما في تقرير إلا في تقرير مقابل له يعاكس هذا التقرير. يعني بتسمع الصبح أنه كاميرات المراقبة كانت لا تعمل، بعد شوية تسمع أنه كان في كاميرات مراقبة شغالة، شوية تسمع أنه السفارة أو القنصلية سمحت بدخول المحققين، شوية تسمع أنه ما في. بقى هذه التغييرات المستمرة بالكلام وبالتصريحات تشير بشكل واضح إلى أنه في كذبة كبيرة وفي لعبة كبيرة. مع الأسف المشاركين فيها كانوا يعني نوعا ما عندهم مشكلة بالتنسيق بين بعضهم، يعني حتى مع الأسف أنه ولكن سيد جاري لا ترى بأن المملكة السعودية معنية بتقديم أدلة تكذب هذه الروايات؟ صحيح، ولكن مش حتقدر أنك تكون مشارك بحفلة كذب أنت ما أنك مضطر تكون جزء منها، خصوصي أنه مثل ما عم أقول لك كل الكلام هو كلام تقارير وتسريبات، ولكن لم يصدر حتى هذه اللحظة تقرير رسمي أمني تركي يقول أنه صار واحد من ثلاثة حتى هذه اللحظة. يعني أنتم أصدقاء مع الأتراك بتعرفوا اليوم، هل تسلمتم تقرير تركي واحد يقول بأنه خاشقجي قتل أو خطف أو أنه صار شيء معه؟ أول تقرير لكم بالجزيرة 2 أكتوبر بتعرفوا شو قلتوا فيه؟ سيد جاري السلطات التركية سلمت السلطات الأمريكية شريطا بالصوت والصورة، وذكرت قبل قليل CNN بأن وكالة استخبارات أجنبية لديها أدلة على مقتل خاشقجي. لنبقى فقط في الموضوع، في موضوع ردود الفعل، أريد أن أشرك من دبلن عبر سكايب عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي ومنسق حركة مواطنون بلا قيود. سيد عبد العزيز، الواشنطن بوست كشفت ضلوع الأمير محمد بن سلمان شخصيا فيما حصل مع جمال خاشقجي. إذا ما ثبت فعلا بأن السعودية ضالعة بمقتل جمال خاشقجي، هل تعتقد بأن هذا سيؤثر على مستقبل الأمير محمد بن سلمان في الحكم؟ طبعا أول شيء أحييك وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ ماهر. أنا راح أجاوب على السؤال، بس أنا أحب أتفق مع الأستاذ ماهر في نقطة، أنه إلى الآن الحكومة التركية لم تصرح بتصريح رسمي، هذا صحيح. وأود أيضا أن أسأله أن يتكرم بجوابي، طيب لو ثبت هذا أن يكون بسبب ضيق الوقت أجبني على السؤال لو سمحت سيد عبد العزيز. سألتك هل ممكن أن تصل الأمور إلى حد أن يدفع الأمير محمد بن سلمان ثمن مستقبله السياسي؟ سيد عبد العزيز، طبعا أنا أتصور نعم، أتصور هذا الذي سيحدث، أتصور أنه الوضع حساس جدا. السعودية بلد يسهل قراءته بالرغم من التعقيد اللي فيه، فشخص في أعلى السلطة هو المسؤول. يعني أنا لا أتصور لو حدثت الجريمة، والآن نتكلم بافتراض أن الجريمة حدثت حسب التقارير الدولية وحسب التصاريح، كل شخص حر أن يبدي تصوره، له أن يقرأ المشهد وننتظر تصريح الحكومة التركية. ولكن السعودية بلد يسهل قراءته، يعني الملك هو صاحب القرار. يبدو أن محمد بن سلمان لم يحسب أنه جمال خاشقجي صحفي، أن جمال خاشقجي مقيم في أمريكا، أن جمال خاشقجي أيضا قضيته الآن أتى فيها إعدام بدون محاكمة، فهذه قضية ستثير الرأي العام. الداخل السعودي أنا أتصور ترامب كان صادق لما قال أنه إحنا نحميهم، يعني أسبوعين لو ما نحميهم ما يبقوا في السلطة، بس يحميهم من الداخل. أتصور الآن أنه لو انكشف الغطاء عن هذه السلطة ما راح تبقى كثيرا، أتصور أنه الأسرة راح تتحرك لإزالة محمد بن سلمان. أتصور يفترض من الضمير الحي، سواء من الصحفيين أو من الرموز في المجتمع أو حتى من الناس اللي على صلب السلطة، إذا عندهم أي معلومات يقدموا على الإفصاح عنها والهجرة من البلد والابتعاد عنها في هذا الوضع الخطر جدا. طيب، النقطة الأخرى لا يحرقوا نفسهم مع البروباغندا الكاذبة التي تزعمها الحكومة، يطالبوا بالحقيقة. فأنا أتصور نعم أنه ليس هذا فقط، مع عدة أمور أخرى محمد بن سلمان في مأزق كبير، خصوصا لنقطة جمال خاشقجي. لو أثبتت الحكومة التركية أن هذا ما حدث، لو الرواية المرعبة التي تتضمن قتله وتقطيعه داخل السفارة ثبتت،
فأنا أتصور أنه من حق الشعب السعودي أن يطالب. وضحت هذه النقطة سيد عبد العزيز. أتحول من جديد إلى الدكتور دانيال. العنوان الأبرز لعهد الأمير محمد بن سلمان هي رؤية السعودية 2030. ما مصير هذه الرؤية في مرحلة ما بعد جمال خاشقجي؟ وكيف الآن تتبلور الصورة، صورة محمد بن سلمان ورؤيته لدى الرأي العام الأمريكي وأيضا لدى دوائر القرار في واشنطن؟ إن رؤية 2030 كانت أصلا واقعة في مشاكل كبيرة قبل حدوث هذا الأمر. أعتقد أن هذا الحادث وفيما لم تأتي السعودية وتوضح هذه الأمور بطريقة مفصلة، فإن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على موقع السعودية في الولايات المتحدة. النقطة الثانية، أتوقع أن تظل الإدارة في مسألة التداخل لها مع السعودية. الرئيس ترامب يعتبر الصحفيين أعداء الأمة، وفي حقيقة الأمر هو لم يعترض على قتل المعارضين الروسيين، وهو قد مدح الرئيس دوتيرتي وكيم جون أون. أعتقد أن إدارة ترامب لم تحتفظ بأي سبب من أجل أن تتخلى عن السعودية بسبب هذا الحادث. وأيضا فيما يتعلق ب شكل السعودية داخل الولايات المتحدة بدون أي آثار ونتائج واضحة، لأن الأمريكيين يرغبون أو الإدارة سترغب بالاستمرار ببيع الأسلحة للسعودية لكي تقف السعودية في وجه إيران. جاري ماهر، من ردود الفعل الغربية الواضحة والبارزة ما قاله وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، هو حذر السعودية من عواقب وخيمة في حال تأكد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يديها. مؤسسات اقتصادية ودولية وشخصيات ومؤسسات إعلامية مرموقة قررت تعليق استثماراتها في السعودية. هل يبدو لك بأن السعودية تتجه نحو عزلة على خلفية ما حصل مع جمال خاشقجي في قنصلياتها في اسطنبول؟ خلينا نكون كمان واضحين وصريحين، وبدي اروح معك بهذا السؤال الى نهايته. اولا، السعوديه لم تقتل خاشقجي، هي اول وحده خلينا نتفق عليها. اثنين، وهيدا الاهم يلي لازم نعرفه ونفهمه، انه لو بدها تقوم لقيامه لن يحصل اي حصار للسعوديه او مقاطعه للسعوديه او كارثه يعني تواجه السياسه او الدبلوماسيه السعوديه. هيدا الموضوع انتهى، ما حدا يفكر كثير. اليوم لو كان في دليل واحد فقط على تورط السعوديه بقتل خاشقجي لكان الكل قدموا من اول يوم على اختفاء الرجل. ولكن خلينا نكون كثير كمان واضحين هون، العمليه حتى كما قلت لا يوجد عليها اي دليل يدين المملكه العربيه السعوديه، وانتم نشرتوا بالجزيره تقرير واضح يقول انه نقلا عن الامن التركي انه في عندهم صور على خروج خاشقجي من السفاره او من القنصليه بعد 20 دقيقه، فينا ننشر هيدا اذا بتحبوا وتشوفوه، هيدا موجود حتى هذه اللحظه وانا عم بحكيك على موقع الجزيره، يلي تغير فيه بس انه على مواقع بالوسائل التواصل الاجتماعي موجود العنوان على طيب. سيد جيري ماهر، بالمناسبة لم يكن هناك تقريرا يقول بأن جمال خاشقجي خرج بعد 20 دقيقة، هذا ما قاله الأمير محمد بن سلمان لبلومبرغ. لماذا تتلكأ المملكة العربية السعودية بأن تسمح للسلطات التركية بتفتيش القنصلية وأيضا ببيت القنصل إذا ما كانت تريد فعلا للحقيقة أن تنجلي وبأن تبرئ ساحتها من كل هذه الاتهامات الدولية؟ أول شيء بس لأنه أنت حكيت شغلة كثير مهمة، قلت أنه ما في هيك تقرير وهذا كلام محمد بن سلمان وهذا الشيء غلط، لأنه أنتم حاطينه نقلا عن مراسل الجزيرة. الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة وأظهرت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد 20 دقيقة، هيدا على موقع الجزيرة. حتى الأتراك لا يقولون بأنه غادر. على كل حال أتجاوز هذه النقطة لنبقى في صلب الموضوع. لماذا تتلكأ السعودية بالسماح بتفتيش القنصلية ومنزل القنصل؟ سيد جيري أرجوك حفاظا على الوقت أجبني على السؤال. أعطوا ضوء أخضر وسمحوا للأمن التركي بالتفتيش. نفس الأمن التركي اللي قال أنه غادر بعد 20 دقيقة هو من يملك يعني الصلاحية لتفتيش هذه السفارة أو القنصلية وبيت القنصل، وما في إلا كل التسهيلات ومشاركة فريق تحقيق سعودي بهذه التحقيقات دليل إضافي على أن المملكة للحظة الأخيرة تساعد وتساهم في هذه التحقيقات، ولن تتلكأ ولا لحظة واحدة عن كشف مصير هذا الصحفي أو بالأحرى المواطن السعودي. فهيدي الأمور كثير واضحة. الأمن التركي طلع بيان ويقول أنه
السعوديه رفضت، بعد هيك نحن فينا وانتم نقول انه في تقصير سعودي، ولكن حتى هذه اللحظه هو بالمناسبه وزير خارجية التركي قال بان السعوديه لا تتعاون فيما يتعلق بتفتيش القنصليه وبيت القنصل. ابقى معي عبد العزيز المؤيد، هل تنقذ لغة المال والمصالح التي انتهجها الأمير محمد بن سلمان منذ وصوله إلى ولاية العهد مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا، هذه السياسة سياسة المال والاقتصاد، هل باعتقادك تنقذه وتنقذ السعودية من هذه الأزمة الكبيرة التي وقعت بها بعد ما حصل مع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول؟ طبعا سياسة المال هي ليست حكرا على محمد بن سلمان أو العهد الجديد، فهي مستخدمة في السياسة السعودية من قديم. نستخدم المال، بعض السياسيين يجدون في السعودية مال سهل، مال ليس عليه تدقيق، مال ليس عليه رقابة، فيكون سهل لهم لتحقيق بعض الوظائف أو الوعود الانتخابية. الآن المشكلة اللي ما حسبه محمد بن سلمان، طبعا محمد بن سلمان جديد على السلطة، اللي ما حسب حسابه هو التالي، أنه هذول السياسيين نفسهم هم لا يحبونك لشخصك، هم يحبونك لأنك تجيب لهم جوبز جوبز جوبز، كمثال لما يقول ترامب. بس تخيل لو سمعتك صارت سيئة وترامب صار من مصلحته أن يستغني عنك، بمعنى لو أنت قعدت تمارس هذا ما مارسته الآن، لو ثبت عليك الناخبين سيرفضون أي سياسي يقترب منك، وأنت سيبقى لك فقط خيارات من دول ديكتاتورية، فلك أن ترى وضع كوريا الشمالية، يعني ممكن روسيا تتعاون معك، ممكن بعض الدول الفلبين أو كذا، لكن الدول الكبيرة كلها التي تحترم نفسها وتحترم ناخبيها، ناخبيها سيقولوا في صندوق الاقتراع أنه احنا لا نقبل علاقة بالنظام السعودي لأنه هذا النظام مجرم. شكرا. فهذه يمكن مشكلة الموضوع الحالي أو ارتباطه بالمصالح. أيضا بس أحب أضيف نقطة، هو اختبار لمصداقية الناس، فترامب كان واضح قال أنا تهمني الفلوس الأسلحة، الآن الأخ الكريم أنا أحب أشوف أسمع من هذا الاختبار، بس يقول لنا إذا حصل وثبت على السعودية ما موقفه ما رأيه لو ثبت؟ طيب. كيف يجب التصرف؟ أختم مع دكتور دانيال. دكتور دانيال، أمام كل هذه المواقف الدولية خاصة من واشنطن، هل تعتقد بأن السعودية ممكن أن تبقى كما كانت هي السعودية بعد إثبات مقتل جمال خاشقجي؟ أعتقد أن الأمر يعتمد على نوع الأدلة التي ستظهر، وإذا ما كانت هذه الأدلة مقنعة أم لا. أن السعوديين لم يقدموا الكثير في أي من الاتجاهات لإنكار تقديم الحقيقة. طبعا مسألة تفتيش القنصلية من الأمر لا يحتاج لها الكثير، من الواضح أنه دخل القنصلية ولم يخرج منها. السؤال هو ما الذي حدث له؟ السلطات السعودية تفترض أن تعرف ما حصل له وترفض توضيح هذا الأمر لحد الآن. آمل أنهم سيقوموا بتوضيح هذا الأمر ويعتمدوا على نوع التوضيح وفحواه لنرى ما يحدث فيما يتعلق بالعلاقات السعودية الأمريكية، لكنني لا أتوقع تغييرات كبيرة. الأمريكيون يحتاجون السعودية بشكل كبير من أجل بيع صفقات الأسلحة وأيضا من أجل مواجهة إيران، ولن يتخلوا عن هذه العلاقة بوجود طبعا دونالد ترامب في السلطة. شكرا لك دكتور دانيال سيرور، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. في دبلن أشكر عبر سكايب عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي ومنسق حركة مواطنون بلا حدود، وفي ستوكهولم عبر الهاتف جيري ماهر الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم جميعا.